انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو؟ الله ما يقدروا على شحر، والله تطحنهم شي يجيبهم، الله يرحمهم شي يجيبهم شي يجيبهم ما يقدروش، يعني السرعه والاستيعاب والاستنباط الاحكام من القران، السرعه ديال بعض ديال الشحرور باش يمشي من ايه، يعني 360 الصوره شي ايه اللي خلوهم كتاب البخاري ومسلم هو وثيقه تاريخيه مو نص مقدس، بس وثيقة تاريخية فيها أنا ما لا يؤخذ منها دين. وقوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إني ملك. لا سبق لك ولا تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذه جهنم التي يكذب مكذب بالله واليوم الآخر. وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ يلقون إكرام أن يقتل مريم وأما راجعون في اليوم فيقول كل من عند ربنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لتبين لنا أن النبي لا يعلم الغيب وأن الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها هي الغيبيات المذكورة في التنزيل الحكيم، أي غيبيات القرآن، لأن الغيبيات كلها مذكورة في القرآن، الأحكام لا يوجد فيها غيبيات إطلاقا. وبالتالي كل أحاديث عذاب القبر والبعث والجنة والنار وأحاديث الصراط المستقيم أنه أحد من السيف وأن النار تجري تحته وكل هذه الأمور وكل هذه الأمور ووصف الجنة والنار، كل هذه الأمور عبارة عن جاءت من ثقافات ما قبل الرسالة المحمدية، دخلت في الرسالة المحمدية باسم الأحاديث النبوية. للدرجة اللي خليته يتعمل عشانه كتب كاملة تنقد أفكاره بس وتحللها. في الكتاب ده قرر محمد شحرور إنه يسيبه من كل القواعد أو الشروط اللي حطها العلماء لتفسير القرآن، زي سلامة القصد من التفسير وإن المفسر يبقى بعيد تماما عن الأهواء الشخصية، ده غير الإلمام الكامل بطرق تفسير القرآن زي تفسير الآيات ببعضها وتفسيرها بالسنة وكلام الصحابة والتابعين، وفوق ده كله يكون أصلا خبير باللغة العربية ودارسها باستفاضة تخليه يفهم كل كلمة معناها إيه وليه وردت هنا باللفظ ده مش ده. أهو محمد شحرور نط على كل ده وقال لك بلا خبير لغة بلا كلام سلف، معاك قلب معاك رزق، واللي معاه شحرور يمشي على المية لمؤاخذة. جبت يا ابني المعجم اعمل لنا كوبايتين شاي وافتح ويلا بينا. بعيدا عن الهزار، بس هو ده تقريبا المنهج اللي مشي بيه محمد شحرور في تفسير القرآن ويمكن في كل كتبه وندواته بعد كده، نظام الدهلكة والفهلوة، مش محتاج تعرف اللي قبلينا قالوا ايه وتبني عليه او تضيف رؤيتك انت، لا هو اصلا كان شايف ان ما ينفعش نبقى عبيد للسلف، وقال في حوار منشور على موقعه الرسمي انه ما يقبلش يقعد تحت رجلين ابن عباس ولا الشافعي ياخد منهم العلم. فانت بتناشف ايه اساسا وهو مش شايفهم؟ الراجل جاب رؤيه جديده تماما للقران واخترع تفسيرات وتاويلات وتقسيم للقران حسب مزاجه هو، ويا ريته بنى حتى منظوره ده على اسس سليمه، او كان الواحد عذر شويه، لكن زي ما قلنا هو الموضوع كان ماشي بنظام 1+1=6، هو انا كده بحب السته، مالك انت؟ وحشر علم الرياضيات في النص عشان يدي وجاهه الكلام.
بس نقدر نقول ان اهم شطحه كانت موجوده في فكر الدكتور محمد شحرور هي ماركسيته. هو حر يقتنع بالايديولوجيه اللي هو شايفها مناسبه، ده ما يخصناش في حاجه، بس الموضوع يتقلب لمشكله حقيقيه لما تلاقي الماركسيه دي طاغيه على كل افكاره عن الاسلام، وبيحاول يثبت الرابط اللي بين الماركسيه والاسلام بالعافيه وباي ثمن. يعني مره يقول في الكتاب والقران ان العرب من البعثه لحد دلوقتي اهتموا بس برساله النبي عليه الصلاه والسلام وهجروا نبوته، لكن اللي اهتم بالنبوه دي كل معاهد الابحاث العلميه والجامعات في العالم وكل الفلاسفه من اول ارسطو لحد كانت وهيجل وديكارت. قلت له والله اذا كان فلان هو ابن ابو سليمان الشحرور فانا اعرفه انه شيوعي وانه ذهب الى روسيا ودرس هناك، ولما رجع انا تكلمت معه في بعض المسائل فبدا لي بانه ملحد يعني. الكيالي ده بصرخوا ليه راسه، هذا الكيالي مهندس، مهندس الكيالي. نعم. ايش تهضر معاه انت؟ الله كيغير القران حيت انت ما فهمتيش القران يا جبان، راه انت ما عندكش حتى لغويا ما قادر. بعد المرات فاش كيروح له تيقول لا ما سمعتوش راه الشيعي. هو الذي ايات متشابهه قتل شوف انا وقلت لي عاد نعم قلت لك الكيالي فاش ما تيلقاولوش طريق تيقول لك لا لا شيعي شيعي، هذاك مشكوك في امره. الكيالي هذا الكيالي هو سوري وعنده عربيه ما يقدروش عليه في اللغه العربيه اولا، ما يقدروش عليه في تفسير المصطلحات، ما يقدروش. الكيالي كيجيب لهم واقعي واحداث يقول لهم اش قلتوا؟ واش انت السي الكيالي جايب وقائع احداث كتعرضهم على جهلاء؟ الله يهديك السي الكيالي. اذا يعملون يفعلون يصنعون، بصير عليم خبير. نلاحظ هذه الدقه، لا تاتي كلمه عليم مثلا مع كلمه يعملون، ولم تاتي كلمه بصير بما يفعلون، أو تأتي كلمة خبير بما يعملون. هذه هي الدقة المتناهية للدلالة على أن كتاب الله وكتاب الله وكتاب الله هو كتاب سماوي منزل. لا تأتي كلمة عليم مثلا مع كلمة يعملون. والله عليم بما يعملون. هذه هي الدقة المتناهية للدلالة على أن كتاب الله وكتاب الله وكتاب الله هو كتاب سماوي منزل. عذاب القبر لم أنكر، القرآن أنكر وما أنا. إذا الله يستغرب من طلب الكفار وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أفبعذابنا يستعجلون؟ يعني بده يتعذب في القبر قبل يستعجلون ويستعجلونك بالعذاب؟ كم آية فيه؟ مين بيطالب بالاستعجال بالعذاب؟ الكافر. طيب الله قال بسورة إبراهيم عليه السلام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا رأيي ولا هذه آية؟ يا أخي والله نحن عرب عم نفهم على الله، يا الله حاشا ما بيعرف يصيغ العبارة، يا أنا ما بفهم عليه. إذا في عذاب قبر المستفيد الوحيد إبليس، الناس عم تتعذب في القبر وإبليس يسرح ويمرح. عذاب القبر، عذاب القبر أو نعيمه هذا ثابت في السنة. قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر،
وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا هذا عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا. وفي قوله تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا، في القبر لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا، فإذا قامت القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه إشارات إلى عذاب القبر. فعذاب القبر متواتر، الأدلة فيه متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص وعارفا لكن يكابر وينفي فهو كافر، أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر، لكن يقال إنه ضال، يضلل ولا يكفر. هي كلمة القرآنيين، بس غباك أنت عندك كلمة عترددها مثل الببغاء، يعني هيك ببغاء، يعني مثل الحمير بترددها. قرآني، إن الفخر أن نكون قرآنيين، إن مليون فخر عليك وعلى غيرك، نحن قرآنيين. اللهم فاشهد أن نستمسك بكتابك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، ما قال استمسك بغير كتاب، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم. أما أنتوا اتبعتوا السبل فتفرقت بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روح الحق، 100 مذهب و100 قصة، أنت مشرك بالله بنص قرآني. عدنان إبراهيم شيعة وكافر ومارق. أنا أقول لكم حتى كلمة على عدنان إبراهيم إذا دخلتي داره، إذا دخلتي عنده الدار ما تلقاش فين تحط رجليك بالكتب، شي باش تبقى تمشي تدخل للدار وتدوز للبيت، حتى هذاك الكولوار حاط فيه الكتب. ما اصحى بقى، مش كفايه عسل باي. عن عودة عيسى بن مريم، قضية عودة عيسى بن مريم، يعني انت لا تصدق هذه الغيبية؟ لا أصدق بها، لأنها مناقضة للقرآن الكريم بشكل واضح، وهي عقيدة نصرانية على فكرة. عودة عيسى عقيدة نصرانية، حتى اليهود يتبنونها، لكن على أنه الدجال الأنتي كرايست يعني، أو عدو المسيح هكذا. نحن لا نؤمن بهذه الفكرة أو بهذه الفرية لأنها تناقض كتاب الله. لو أتحت لي فرصة سأقول لك كيف تناقض كتاب الله من كتاب الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. ما رأي معاليكم حفظكم الله في من يجحد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ هذا إن كان جاهلا يبين له، الحديث متواتر، نزول المسيح متواتر في كتاب اسمه التصريح بما تواتر من نزول المسيح، وهو متواتر ومذكور أيضا في القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا إذا نزل وحكم الأرض يؤمنون كلهم، ولا يبقى نصرانية ولا يهودية، يبقى الإسلام فقط. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وقال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، يعني المسيح لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة يعني علامة، يعني نزوله آخر الزمان يكون علامة على قيام الساعة، فمتواتر نزوله ولا ينكره إلا إما جاهل وإما معاند. نعم. أنت هو سماه المارق عن الدين، ها وصلوا عليه فايد دابا. عرفتي واحد بارح اش كتب؟ قال لي مكيالي آخر، واحد قال لي مشحرور، واحد قال لي عدنان إبراهيم. أرى بتصنفوا، أتلفت لكم الموارق ومازال غنتلفهم لكم.
الشباب رضاع يا عباد الله، اي ربي وليه الحياة ويمسح الشباب ويقولي لك كفارة عندك مش عدد عيدلوا له الحياة وحسنوا له المصاش ويمسح الشباب وبكعبة ويقولي انت هو اللي خلتي الشباب انت هو اللي قلت في أنزل النبي هذا كفارة